في الأثناء أشاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء دور عامر خضر بزيارة محافظي صلاح الدين ودعمه للملف الأمني فيها، مشيرا إلى أنه أوعز بإكمال مشروع الكاميرات الحرارية لتعزيز الأمن فيها. في هذا اليوم زار السيد محافظ صلاح الدين قضاء الدور والتقى بالحكومة المحلية ووجهاء قضاء الدور المختارين وعدد من المواطنين، وكان السيد المحافظ صدره رحب لأهالي القضاء واستمع إلى جميع الطلبات ونفذ كل ما هو باحتياج القضاء. نتمنى من السيد المحافظ أن يرفدنا للقوات الأمنية، حيث أن عدد القوات الأمنية قليل وعدتها قليلة، وهذا طلب نقدمه للسيد المحافظ، حيث أن الأمن إذا استدب كل الوضع ومشت الخدمات ومشت الأمور الصحية وكلها وإن شاء الله الدور بخير. نعم، هناك مشروع للكاميرات الحرارية وكاميرات المراقبة في قضاء الدور، والمشروع قيد التنفيذ، وإن شاء الله الأمور الأمنية والوضع الأمني في قضاء الدور يبشر بخير والحياة طبيعية والأمور مستتبة والحمد لله.